التي نريد تحويلها إلى ميدي، ثم نضغط هنا على فليكس تايم، ثم نضغط على القناة كذلك لتحويلها إلى فليكس تايم كما نلاحظ، ونختار هنا فليكس بيتش، ثم نذهب إلى هنا بيست، فتظهر لنا الخانة كذلك تعطينا نوت هذا الأوديو كما نرى، وتبقى فقط نذهب إلى إديشن هنا أو إديشن، ثم نختار كري إن بيست ميدي، أي خلق قناة ميدي من فليكس بيتش، ثم نضغط، وكما نلاحظ فقد أصبحت لنا قناة ميدي بسهولة جدا كما نلاحظ. ومن هنا يمكن لنا تحويله إلى الصوت، أي صوت آخر كما نريد، احنا جيتار أو بيانو أو غير ذلك مثلا كما نلاحظ. أتمنى أن يعجبكم هذا المقطع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.